بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في حضرة المساء، ولسه متواصلين معكم وسعيدين بانضمام ضيفتنا في آخر فقرة من البرنامج، الممثلة والموديل المعروفة آياف. رؤية مرحب بك، كل سنة وانت طيبة وسعيدين بوجودك معنا اليوم. الله يخليك، كل سنة وانت طيب وإن شاء الله دائما بخير وعافية، وتحية لقناة الهلال وتحية لشعب السودان الجميل يا رب. نشاط مكثف في الفترة الأخيرة ما بين عروض الأزياء، الإيفنتات، الدراما، يعني ما شاء الله تبارك الله عيننا باردة. كان نشاط كبير في الفترة اللي فاتت آية. الحمد لله صراحة، بالذات في الفترة دي بقت ظهور الإيفنتات حاجة متكررة شديد، وكان مشاركتي في الإيفنتات أضخم الإيفنتات، إيفنت مس نرمين قرقفي وإيفنت زينب الخندقة، وكان خاص بالنساء فقط، لكن إيفنت نرمين طبعا كان واضح وكل الناس كانت مشاركة فيه، وكان تجربة حلوة شديد بالنسبة لي والله، وفي نفس الوقت خطوة لي في عالم الفاشونيستا والأزياء. جميل، احنا حابين ننتقل من الجانب ده آية، ما شاء الله عليك، يعني انت كنت معانا قبل فترة وفارق بين ايام بسيطة، شفنا آية بتتطور بشكل سريع وتدخل في مجال الدراما التلفزيونية. الدراما وجودة في السودان ودخول الفتيات فيها بشكل كبير، ونجد انه اغلبية الدراما كوميديا، وحتى الاعمال اللي انت بتعملها كوميديا. قصة الكوميديا شنو؟ هل المشاهد يعني بتقبلها بشكل اكبر؟ طيب انا صراحة برضو كنت عايزة اتكلم في الحتة دي. بالنسبة للكوميديا صراحة نحن الكوميديا هي بتمشي، يعني ده المطلوب منا، الجمهور طالب كوميديا بس، أما غير كده ما في زول حيتقبل صراحة. الرسالة ذات المطلوبة من القصة ممكن المستوحى تصل بالكوميديا. بالضبط كده، غير كده ما بنلقى تفاعل، ما بنلقى يعني لايكات، ما بنلقى متابعة أصلا. نحن أي رسالة سواء كانت في التعليم، سواء كانت أسرة، سواء كانت الصحة، إلا عن طريق الكوميديا حتى تصل للمشاهد السوداني، غير كده ما بكون في أي صراحة تقبل للدراما في السودان. ودي الحتة اللي إحنا ما قادرين نتطور منها، نمشي بطريقة أوضح من الكوميديا لحاجة تانية نوصل بها رسالتنا. طيب جميل. وقفتي مع أساتذة كبار في التجربة الأخيرة، خاصة أستاذ عبد المنعم عثمان، كلمين عن هذه التجربة، وما تهيبتي أنك تكوني مع أستاذ كبير بقامة الفنان عبد المنعم؟ والله صراحة كان في توتر، لكن بالعكس هو مدرسة بالنسبة لي. أستاذ عبد المنعم برسل له تحية، وبرضو كانت مشاركتي مع نجمة إسلام مبارك، كانت صراحة ضفت معلومات لي في مجال التمثيل والدراما، وفي نفس الوقت كان كورس لكن بطريقة غير مباشرة. مشاركتي معهم في مسلسل ورجغة كان في رمضان، كان عندي معهم 3 حلقات، والحمد لله نالت إعجاب المشاهدين، وكانت حاجة حلوة شديد، وقدمت لي قدام كمان كم خطوة في مجال الدراما والتمثيل. طيب كيف كانت ردود الأفعال؟ يعني الناس عرفاك كموديل، جات لقيتك كممثلة، كيف استقبلت ردود الأفعال عن أداء دورك في مسلسل ورجغة؟ طيب بس تصحيح، لا هم كانوا شايفيني ممثل أول، فجأة قلبت في عالم الفاشون والأزياء وكذا، لكن بالعكس لقيت تفاعلات حلوة شديد وناس حبوني، وكان قال لي خليك من عالم الفاشونيستا، خليك في التمثيل والدراما. أعتقد أنه آية بدأت بالفيلم اللي كان بيمثل الثورة السودانية والكبت، يعني كانت الضائقة المارة بها البلاد، كانت أول الأعمال لك صحيح؟ صح، فيلم كتاب. بعدها شفنا آية في الموديل، الرابط شنو ما بين المودلز وما بين الدراما، ولقيتي نفسك أكثر وين؟ صراحة بالنسبة في يعني السودان لقيت نفسي أكثر في الفاشون. تمام، الحاجة الماشية أكثر، الناس طالبينها أكثر، فيها تطور أكثر، تطور ملحوظ، الدليل على كده اللي هي الإيفنتات اللي بقت تقام متتالية وراء بعض، لكن الدراما لسه، فأنا عشان كده انحرفت عنها لأنه ما في أي تطور فيها صراحة، ولقيت في تطور في عالم الفاشونيستا، وأصلا أنا بحب الفاشون والأزياء، وكمان دخلة في مجال الميديا وعندي يعني. هل إجابتك دي معناها أنك قفلت الباب أمام الدراما، ولا بقى عندك شروط معينة عشان ترجع تمثلي تاني؟ شروط معينة وغير المجال الدراما الكوميدي، عايز أشتغل حاجة مختلفة. أنا حاليا كل الأشغال بتجيني عبارة عن كوميدي، ما في حاجة، أنا دائما بحب أقدم للمشاهد حاجة مختلفة عن الكوميديا. تمام، شافوني في الكوميديا بعد ده خلاص شوفوني في مشاهد تانية، أدوار تانية مختلفة، عشان أقدر أصلاً أصر الموهبة اللي عندي غير الكوميديا، لأنه الممثل ده بكون عنده عدة مواهب. فأنا بعتبر أنه دخلت في عالم الفاشون، عالم التمثيل،
وكمان الدانس فلسه بشوف اني لسه ما فنان شامل. آية لكن ما توقفت عند الموديل في عروض الأزياء، أنت كمان شفناك مع الفنان الكبير عبد الخالق الدولي في أحد فيديو كليبات صحيح، وكنت يعني داخلة في عالم تمثيل أو اللي هو ما بين الموديل والتمثيل بالفيديو كليب. فيديو كليب إحنا لسه بعيدين جدا في السودان، في رأيك في الجانب ده ودخولك في المجال؟ طيب في الجانب ده دخولي في المجال بعتبر من الفنانين اللي هم طوروا الكليبات وبيجوا بيجيبوها بطريقة مختلفة عالميا، اللي هو الفنان طه سليمان صراحة بالنسبة لي حاليا نمبر 1 من ناحية الكليبات وال وطريقة أداء الأغنية وتطور الحاصل. طه سليمان حتى عنده أغنية جديدة نازلة بلاد بحور مع الفنانة الموريتانية منى دندني، من رسل لهم تحية. صراحة تطور ملحوظ شديد في الكليبات بالنسبة للسودان. إن شاء الله أنا أتمنى لك التوفيق، قدمتي مردود جميل جدا في الفترة الأخيرة، أتمنى لك التوفيق أكثر. شوفك مش بس منور هنا في السودان وإنما برا السودان، وإن شاء الله عندنا معك طبعا مساحات واسعة في قناة الهلال الفضائية. شكرا لك كثير، شرفتينا ونورتينا. الطيب استمتعنا بك استمتاع جميل جدا، أتمنى لك برضو التوفيق، وتحية كبيرة للفرقة الموسيقية اللي أبدعت صراحة اليوم مع الفنان الطيب سيدي. دي كانت حلقتنا اليوم من حضرة المساء. صحيح، حقيقة الحلقة كانت مليانة بالأغنيات والطرب الجميل، والفرقة الليلة اللي أبدعت معنا رفعت مودنا لأعلى الأجواء، ولكل السودانيين متابعيننا اليوم داخل منازلكم في لمة الجمعة إن شاء الله دائما أنتم تامين ولامين وسعيدين، وربنا يديم المحبة واللمة جوا كل بيت سوداني، ونلاقيكم من جمعة لجمعة داخل حوشنا قناة الهلال. لحد ما نلاقيكم تحياتي أنا والتيم العامل، مع السلامة محمد، انتقل المشوار الجاي الجمعة الجاي، لحد ما نلاقيكم أقعد وعافية، مع السلامة.